الطاي بني ادم كلامك كله جينيوين، وبحس ان انت مش مصطنع، وبحس ان الكلام بيطلع من جوه عندك قوي. ربنا يخليك بجد بجد والله يا مروان يونس حبيبنا حبيبنا حبيبنا. وانت طلعنا على الراديو ومظبطنا. والله استاذ ابي يوسف ده شرف ليا. وانا عايز اقول لك على حاجه بقى، انت من كتر ما انت بتانسباير مي انا قررت اخش معاك في باتل. لا ليه بس كده؟ طب ما نعمل اي حاجه تانية. لا 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 انا عايز اخش في باتل عشان انا بقى ايه، عشان اوريك ان انا جامد برضو. يا ما انت جامد من حاجه، من غير ما تقول لي حاجه، انت بتلعب درامز احسن مني يا عم وجامد. لا لا يا عم ما بلعبش درامز احسن منك، دي عارفينها احنا الاثنين فتمام. لا يا عم لا انت يا عم. طب جاهز اخش عليك ولا ايه يا نهار اسود؟ طب بالراحه بس، بالراحه عليها شويه. يلا يلا اخش عليك. شعري ما بيتلمش ولا حتى بتوكا واستك فانتاستك، بلعب بمخ. دي اغنيتك اصلا، معلش انا اسف يا الطاي. طيب لا لا هخش يلا المره دي بجد، المره دي بجد. يلا يلا اول الكلام احب احييك على الشجاعه، داخل تعمل باتل راب مع واحد في الاذاعه، هو معاه المايك وانت يا دوب معاك سماعه. يا عم ده انا مروان يونس مش عايز افتح بلاعه، انا اصلا من الظاهر ما يغركش شعري الطويل، مش عايز هيرت يور فيلينجز بس ذس از هاو اي فيل. كان نفسي اخش التحدي ده مع حد يكون تقيل، مش واحد اصغر مني واحسه فرامل من غير تيل. انا داخل الكار من قبلك وسابقك في الاعلانات، انت شخص لطيف بس انا بتاع افيهات. بص هقول لك حاجه بس يا ريت ما تقولش لحد، انا بسمع ليك اغنيه ببقى نفسي اقول بجد. يلا خش ذاكر لحسن عندك امتحانات. الو ابي يوسف معايا؟ عفوا ابي يوسف مات. مايك دروب يا جماعه، مايك دروب، مايك دروب يا جدعان. ايوه بقى عليا بقى، بشجع نفسي جامد انا. لا خلي بالك خلي بالك انا قديم، انا قديم. انت بتتمرن بقالك كتير. لا بصراحه انا مذاكرها كويس قوي يعني، مش انا مش عارف والله يا عم. انت لما اتفرج على كده انت قلت لي اكتب جملتين وخلاص. لا يا عم انا عايز اقول لك انا خايف، انا يعني غالبا هسمعها من تحت الترابيزه خالص يا عم. انا وشي باظ كده، امال عامل ايه؟ طيب طب يلا يلا بقى يا استاذ ابي يوسف، هنديك واحد تالنت تلات وتخش بعديها بقى. ايه بص انا هغطي وشي والله عشان انا متاكد ان انا هروح في 60 داهيه. ده انا هروح. يلا طب هجرب ارد عليك، هجرب. يلا يلا ماشي تالنت تلات يلا ماشي يلا بينا. قال لي ندب، قلت له ندب، هعمل منه فقره كتبت له سكريبت، حد يوصل لي في الراب قلت له يشب، كلت الجو فكنوع من المراعاه جبت له كريب، بس على ما اكله بعد الفطار هيكون باظ، وده في حد ذاته فكره حلوه لو عملت له كليب. انا اصلا زمان اول لما شفتك في اعلان عملت له سكيب، بس للاسف كنت عايز اقول لك مبروك على اخر فيديو ليك بس ما شفتوش. سمعت انك عملت ايفنت جامد وكنت حابب ان انا احييك بس ما رحتوش. وبعدين انا لو فعلا مت زي ما انت بتقول هلاقي الفيوهات عدت، لكن انت لو مت مش هتلاقي حتى الافيال عزت. مالكش اي صله بمزيكتنا، فلو عملت داب علم. مروان لو عايز تغني راب اتعلم. ابيو معاك خالي المجال بالنسبه لك تقيل الحته، ما تفتكرش نفسك تامر حسني عشان مي عز الدين بتحبك. شفناك بعت نفسك، عملت فيديو مع نيلي كريم وضحكنا. مش فارق لي لو عندك تيم، حتى لو هتقول لي بليد مش حجه. هغني لك وابقى زي الكروان في ودانك، ومحمد رمضان كان غالي شويتين ثلاثه فمروان جانا وفرحنا بيه انه دخل في تجارب جديده وما خافش رغم انه راح للراديو عشان اكتشف انه يتسمع ما يتشافش. في الاعلانات انت موديل قديم زي عنزه في موقف، انا ما في مني اتنين انت عندك توأم. التعادل محال، انا مش البرتغال ولا انت مروان تونس. اغسلك واحط عليك هاشتاج مروان بقدونس، هاشتاج مروان لوزز، هاشتاج نمبر وان يوسف. يعني بس انا بس انا والله بس اسود يا نهار اسود اخويا وحبيبي انت حبيبي. هنهرج مع بعض. انا عايز اقول لك احنا مبسوطين. انا تمام جدا. احنا هنهرج مع بعض يا جماعه، ده تهريج، احنا اخوات وده تهريج فاهم. بنهرج مع بعض يا الطاي. مش ممكن مش ممكن، انا عرقت يا معلم. لا لا وانا عرقت برضه. احنا الاثنين عرقنا، احنا الاثنين عرقنا والله. الدنيا حر.